أستاذة زهير، نحب نسأل في هذا الباب موضوع الخصائص في الخطاب، في تحليل الخطاب، حضور الهم الوطني، طغيان الجهوي، الخطابات المستنسخة المكررة، هذه الوعود المزمنة التي ما يزال بعض الناس يصدقها، أي خصيصة ميزت ربما الخطاب في هذه الحملة؟ والله أنا أرى أنه خطاب الحملات الانتخابية فيه خاصية أولى أتفق فيها مع الجميع، وهي أنه خطاب وعود. خطاب وعود، وهي وعود اسمحوا لي بالقول إنها أقرب إلى الكذب. والمترشح يعرف، إما أنه يعرف أنها كاذبة ولكن هو يستحل الكذب من أجل التسويق، أو أنه لا يعرف ذلك، وهذا دليل على أن الناخب لا يعرف في حقيقة الأمر الأوضاع التي يعني الأوضاع الحقيقية للبلاد. نعم. لأن الناخب الذي يريد أن يحافظ على حد أدنى من المصداقية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هل إن الأوضاع والسياقات ستسمح بتنفيذ حد أدنى من الوعود التي يعد بها. نعم. فمترشحين يعني يبالغون في الوعود إلى درجة أنهم مثل ما ذكر يعني وكأنهم يحملون عصا سحرية سيحل. الخاصية الثانية، وأنا أعتبر أنها خاصية جامعة بين كل الخطابات، هي خاصية خطاب مبعثر. ما معنى مبعثر؟ مبعثر على خطين، أفقي وعمودي. عموديا ليس هناك أي علاقة بما سبق، ليست هناك علاقة، هذا الخطاب لا يقيم ما سبق، لا يعقد أي صلة مع ما سبق، وكأن هذه الصفحة السابقة هي صفحة سوداء نديرها لنبدأ من جديد. التبعثر الآخر على المستوى الأفقي ناتج عما ذكروه جميعا، هو غياب البرامج. غياب برامج يعني وعود مبعثرة تخص قضايا الحياة اليومية وقضايا المعيش، ولكن لا تدخل هذه الوعود ضمن إطار جامع يمكن أن يمثل برنامجا وطنيا له بعد سياسي اجتماعي اقتصادي، له بعد يتعلق بالخدمات. هناك مجرد وعود مبعثرة تأخذ بعين الاعتبار المطالب اليومية للشعب، يعني تعيد إنتاج الخطاب الشعبي المتعلق بقضايا الحياة اليومية أو بمشاغل الحياة اليومية دون أي رؤية، دون أي استراتيجية. وأنا أعتبر أن هذا هذه الخاصية في الخطاب الانتخابي هي خاصية تنذر بأن المشاكل التي عانيناها في المرحلة السابقة ستواصل وربما تكون أحد في المرحلة القادمة.